الكريدت طبعا. كارد، لازم اسالك على الكريدت كاردز بقى. ما انا عشان لما تسافري طمني، مفيش مشكله خالص. الكريدت كارد اتفتحت، الكريدت كارد في البنوك، بس كل بنك فتح حسب حدود يعني، يعني مفيش بنك، مفيش الزام ان البنوك كلها تفتح الحدود زي بعض، لا كل بنك، بس اغلب البنوك رجعت رفعت الحدود لما كانت عليه قبل الازمه، لان كان هناك سوء استغلال في الكروت. زي ما حضرتك عارف، مثلا كان البنك مثلا عندنا 100 مليون دولار في الشهر، وصلت ل 600 مليون دولار في الشهر، فده استنزاف لمواردنا بالعمله الاجنبيه. اللي بيحصل دلوقتي ان احنا رجعنا الكروت زي ما كانت، لان احنا واثقين انه العمله خلاص هتستخدم الكروت الاستخدام الصح، لا هتضارب ولا هيطلع واحد معاه 100 كارت. صحيح. فالحدود اتفتحت، ما فيش اي مشكله نهائيه. احنا نزلنا طبعا الشهادات، احنا والبنك الاهلي نزلنا الشهاده اللي هي متناقصه 30% في السنه، 3 سنين 30%، 25 و20، ونزلنا الثابته رفعناها من 19 ل 21.5، وعندنا الثانويه اللي هي 27 و23 ونص. مستمره دي يا استاذ اتربي؟ مستمره. احنا عندنا دلوقتي العميل عنده الاختيار، عاوز يربط سنه هيربط ب 27 سنوي او 23 ونص. نعم. شهري. عاوز يربط 3 سنين عنده المتوسط 30 25 20، عاوز يربط ثابته عنده 21 ونص 3 سنين. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد الاتريبي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، رئيس اتحاد البنوك. يعني ندخل رمضان ببعض التفاؤل وكثير من التفاؤل، إن شاء الله الفترة المقبلة تكون أفضل كثيرا.